السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله في فيديو حبيت نشارك معكم هذا الفطور البسيط سهل خفيف، اللي هو مرقه بالبصل اللي عملوها ناس تلمسان بزاف، وبهاد البطاطا كل معقوده بطاطا غابي. يلا مع بعض نوريلكم كيفاش وجدتها. ما تنساوش تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد. نحتاج هنا عندي كميه تاع الجداد على حسب ما يتوفر عندك، وهنا كيلو تاع البصل وشويه تاع الحمص، نص غرفيه تاع الحمص، الملح والقرفه، كركم وسكنجبير، وشويه تاع التفاوه باش ما تجيناش كحله، والزعفران. هنا هذا البصل راني قطعته بالطول شرائح طوال ونديرهم يتبخروا باش يطيب لي، عادة بدي نوجد في الكوكوت. نجيب لا كوكوت نتاعي ونزيد عليها حبه تاع البصله مقطعه بالطول، ونزيد هذاك الجداد ونحط عليهم هذوك التوابل اللي كنت موجدتهم من قبل، وهذاك الحمص، ونديروهم يتقلاو على نار هاديه. سمحوا لي البنات، هنا نسيت باش نقول لكم على نص حبه تاع الطوماطيش نزيدوها، وكي تقلى نمرقوا ونبلعوا. هذه البصله تاعي بعد ما طابت وتبخرت مليح دروك نزيدها على هذيك المرقه. بعد ما طاب لي هذاك الجداد رميت عليه هذاك البصل ونبلع عليه ونخليه يتجمر في خاطره. بالنسبه للمعقوده نحتاج هنا زوج حبات تاع البطاطا ربيتهم في الكبيره، وعندي حبات تاع البيض، شويه تاع التفاوه، وشويه تاع الكمون والملح، واربع حبات تاع الثوم ربيتهم. هنا نزيد هذيك الحبه تاع البيضه وهذاك الثوم والملح والتفاوه والكمون ونخلطهم مليح ونقليهم. هذه معقوده تجي سهله وتجي كيف خيط وهي معقوده. نخلطهم مليح. هنا بديت نقلي فيهم، نرفد بالمعلقه ونحط، نرفد بالمعلقه ونحطهم يجيو كيما الخبزات. هاني بديت نقلي فيهم رايح نكملهم كامل. شوفوا هنا نرفد بالمعلقه ونسكدهم على على شكل خبزه. هم ينقلاو كي يبداو يحمروا نبدا نقلب فيهم حتى يحمروا لي كامل ونحيهم. هايدي المرقه بالبصل راها واجده، وهذاك الجداد طاب لي المعقوده بعد ما خليتها حمرت مليح، راني حطيتها فوق المرقه. نتمنى تكون يعجبكم الفيديو وهذه الوصفه، وشكرا على المتابعه.